في جلسة اعتيادية لمجلس بلدية الشمالية تمت مناقشة موضوع تصنيفات عدد من العقارات بالمنطقة، إلى جانب بحث آخر مستجدات موضوع النظافة وما وصل إليه بعد مرور عام من عقد شركة النظافة أورباسير. من منطلق توافق الرؤى والاهتمام المتقاسم في القضايا والملفات التي تحظى بجدل واسع، طرح المجلس البلدي الشمالي موضوع النظافة العامة بعد أن أجرى استبيانا ل 166 فردا من قاطني المحافظة الشمالية لتقييم مستوى أداء عمل شركة النظافة أورباسير. شركة النظافة قبل عام وعلى وجه الخصوص شهر رمضان المبارك كان ابتدينا وياهم، طبعا الأداء احنا كنا نطمح للأفضل. المؤشر العام حتى الآن بالنسبة إلينا احنا كالمجلس البلدي الشمالي نطمح للأفضل، ان تكون النظافة، مستوى النظافة يكون أفضل وأجود. احنا عملنا استبيان للمواطنين ورضا المواطنين يبين ان النسبة العامة 34%، فحتى المواطنين يطمحون إلى أداء أفضل لشركة النظافة. المفروض يكون خطة موجودة بإشراف الجهاز التنفيذي البلدية الشمالية. وفي إطار تطوير الشوارع واستحداثها، وافق المجلس على مقترح لاستحداث مدخل من جسر الملك فهد باتجاه شارع الشيخ عيسى بن سلمان ليربط بين تقاطع الجسرة وشارع المزارع. أتانا مقترح من قبل وزارة الأشغال بخصوص مقترح استحداث تقاطع على جسر الملك فهد والرابط بشارع المزارع الجسرة مجمع 1001. طبعا تم الموافقة على استملاك جزء من الأرض التابعة للكهرباء لكي يكون منفذ حق أهالي الجسرة وأهالي الهملة وجميع قاطنين الغربية من خلال الشمالية، وهذا طبعا يعني المشروع تقاطع الجسرة بشكل عام كان من ضمن أولويات المجلس، ونحن كنا من بداية من أول ما مسكنا ونحن داعمين لهذا الموضوع، والحمد لله الآن المشروع عرى النور، ونحب أن نبشر الأهالي الآن أن سوف يكون هناك مخرج لأهالي الجسرة وجميع القاطنين هناك، سيكون إن شاء الله في انسيابية وحل أيضا حق اللي آتيه من قبل المملكة العربية السعودية، راح يكون حل جدا مناسب ويحل مشكلة الازدحام إن شاء الله. ومن خلال دراسة قام بها أعضاء مجلس بلدية الشمالية لأحد العقارات بمنطقة الجسرة، تمت الموافقة على تغيير تصنيف 15 عقاراً، وذلك من تصنيف المناطق الزراعية إلى تصنيف مناطق السكن الحدائقي حسب بيانات وأرقام العقارات. إيمان شرف لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.